يبعت لك قتلك انت الثانيه. اوه انا وقت تحكيني. سلامتك يا ام محمود، سلامتك. الله يسلمك. انه ما حكيتي لي شلون صار الحادث؟ اتفركشت وقعت بالمطبخ. الله ستر ولطف، منيح اللي انفدت برجلك. يعني مو عاجبتك اجري؟ لا لك ما هذا قصدي، قصدي يعني منيح لا سمح الله ما وقعتي على راسك، كانت انقرفت رقبتك، تصوروا انت ماشي مقروفه رقبتك، شلون بدك تمشي قدام الناس؟ كنت صرتي مسخره. عم تفاولي علي كمان؟ لا يا ام محمود لا تفهميني غلط، انا ما عم فاول عليكي، انا عم اشكر الله اللي نجاك بهالوقعه. ورجلي اللي انكسرت. بتتجبر، اشتغلي شغلة وقت، كلاتها شهرين ثلاثة أربعة بتصيري بتنطي عليها مثل القردة وأحسن. شفتي؟ شفتي يا أم تحسين شفتي؟ شفتي على المصيبة اللي صارت لي؟ شهرين ثلاثة بدي أقعد أنا بالبيت، لا طلع لا فوت. مين بده يجيب لي كاسة مي؟ مين بده يعقدني لهداك الصوب؟ لا تحكي لهم أم محمود، أنا من هالناحية كل ما صار عندي وقت بنزل بطلع عليكي وبشوف شو لازمك. كتر خيرك، بدي أعذبك. لا عذاب ولا شو اسمه، هذا واجبنا. الله يكبر واجبك. انه عجبك على هالفصل البايخ اللي عمله فيه الاستاذ جميل؟ شو عمل معك؟ رحت لعنده مثل ما قلتي لي، قام رفض يديني. بجوز ما معه، بجوزها مو اكيد. شلون ما معه؟ ما انت قلتي لي انه ربحان شي 3 ملايين باليانصي؟ صحيح انا قلت لك، بس الظاهر طلعت انا غلطانه، مو جميل اللي ربح الجائزه الكبرى، طلع جميل هداك شي تصايح الثاني مو ساكن بصايحنا. إيه سمعت هيك شيء وسمعت انه ساكن قريب منا، بس ما فهمتي لي بأني بناية ساكن. لا عرفت ولا بدي اعرف، الموضوع من اصله ما بيهمني، شو بدنا نشحد وشحادي نحن، ربنا سبحانه وتعالى يرزق من يشاء يا اختي. اسفه ام تحسين ما بقدر اقوم ساوي لك فنجان قهوه لانه رجلي مكسوره ما بقدر امشي عليها انا. خليكي مرتاحه انا بقوم بعمل قهوه. لا ام تحسين عدي ما بدي اعذبك انا. لا ما في عذاب منو مبدئيا بساويها. ما بدي هالغلبه، عدي ام تحسين. لك لا غلبه ولا شيء، هلا فنجان القهوه حيتعبوني. قايمه ساوي لك انا فنجان قهوه، لا تخليني اقوم. لا خليكي مرتاحه بدي اقوم. صلاه محمد ما بتقومي بقى ام تحسين، شو قصتك انت؟ لك شو انا غريبه؟ لك مو قصه غريبه وما غريبه وقريبه وما قريبه. لك شو قصه؟ ما عندي